أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما حكم من قتل في الجهاد الشرعي؟ هل يحكم له بالشهادة؟ فأرجو التفصيل. وهل يعامل معاملة الشهيد؟ من قتل لتكون كلمة الله، من قتل في المعركة مع الكفار لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون شهيدا، يكون شهيدا. والله أعلم بالنيات، الله أعلم بالنيات والمقاصد. نحن لا نكذب لأحد بالشهادة إلا ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو لهم الشهادة إذا مات، إذا قتلوا في سبيل الله تحت راية الجهاد، نرجو لهم الشهادة ولا نجزي بهذا لأننا لا نعلم نياتهم ومقاصدهم.